أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلق
طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم.